الإنجيل بيقول بطريقة صريحة: هكذا أحب الله العالم. كل الظروف المحيطة بحياتك ما بتقولش إن الله أحبك، بتقول إن الله نسيك. لما ظهر ملاك الرب لجدعون وقال له: الرب معك يا جبار البأس، قال له: إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه البلايا؟ وهو لو كان الرب معانا كان ده بقى حالنا. انت شايف خلال كل الظروف بتاعت حياتك انه غضبان عليك، انه نسيك، انه ما احببش من اساسه؟ في فكرة غريبة عند الناس، الناس معتبرة ان الله مسؤول عنهم وعن كل التصرفات اللي بتحصل لهم بغض النظر هم بيعملوا ايه، وكأن الإنسان ده حيوان لا حرية له، اللي يشاء الله يجرم. هذه الطريقة الغريبة من التفكير شبكة وأحبولة خطيرة بيستعملها إبليس علشان خاطر يسقط على الله جميع الشرور والتصرفات الخاطئة ونتائج التصرفات الخاطئة ونتائج الشرور اللي بيعملوها الناس واللي بيعملها إبليس. لا، ربنا مرادش. أمال إزاي حصل لي كل اللي حصل لي؟ ده الله أراد إنك تبقى في صورة ابنه يسوع المسيح. الله مرادش إن ده يبقى حالك، لكن عارف مين اللي أراد إنه يدهول حالك؟ إبليس الذي هو من البدء قتال للناس، هو اللي أراد أن تصيبك كل هذه الشرور. وربنا ما حش إبليس عني ليه؟ مش بتقول ربنا بيحبني؟ لأن ربنا تنبح صوته بينادي عليا: تعال النحيادي، ابعد من السكادي، السكة دي هتوديك للهلاك. لكن كمية الخداع اللي إبليس بيستعملها وكمية الغواية اللي إبليس بيحطها قدامي بتقنعني اني اصم اذني عن ان اسمع صوت الرب وان انا اجري ورا شهوات ابليس. وتوما وصلت الى ما بين فكي ابليس بكتشف الحقيقة ان اللي انا خدعت بيه ده كان فخ، بس مش بفوق للفخ غير في الوقت اللي فيه بتكون اسنان ابليس عمالة بتطحن فيا. وقول: فينك يا رب؟ سبتني ليه لإبليس؟ وحقيقة الأمر فينك أيها الإنسان المخدوع؟ سبت ليه حضن أبوك السماوي؟ فينك أيها الإبن الضال اللي خرجت من بيت أبوك؟ الله ليس مجرب أحد بالشرور، كل واحد يجرب إذا انخدع من شهوته. أكبر مثال على إن ابن الله القادر على كل شيء في حدود بيقف عندها في احترام الحرية الإنسان، ويبقى ما عندوش حاجة يعملها لأن الإنسان اختار، فيقف يعمل إيه؟ يبكي. ولما اقترب يسوع من أورشليم عمل إيه؟ بكى عليها، لأنه شاف اللي جاي اللي هم مش شايفينه. هو ذا تأتي أيام يحيط بك أعداؤك بمترسة ويهدمونك وبنيك فيك لأنك لم تعرفي زمان افتقار. يبكي لأن اختيار الإنسان جلب عليه الشر، وهو مش قادر يمحي اختيار الإنسان. تعرف يعني ايه ابن الله أحبك؟ ابن الله أول حاجة أنه عرفني، لأن الذين سبق فعرفهم، شاف كل شعرة في راسك، شاف كل تصرف أنت هتعمله، شاف قلبك، عرفك معرفة كاملة. فلما رآني ابن الله اتجه ناحيتي بالحب، يعني اتجه ناحيتي بعطاء نفسه، بيديني شخصه بالروح القدس، وهو بيتجه ناحيتي بهذا التيار من العطاء. التيار ده بيصطدم بحواجز الأنانية والشر، بيصطدم بكل أعمال الخطية
اللي واقفة ضد ان تيار الحب وعطاء ابن الله نفسه ليا يصلي. ابن الله شايف ان قوة الحياة اللي فيه اقوى من كل سلطان الخطية اللي فيه. ابن الله شايف ان استمرارية الحب اللي فيه اقوى بكتير من تعلقي بمحبات غريبة وشهوات آثمة. الرب احبائي عنده اتجاه واحد وثابت، وهو فيد الحب اللي بيرسله اليك. تصرفاتك ما بتغيرش اتجاهه ناحيتك. تصرفاتك بتجيب لك الأذية عشان ابليس بيضربك، تصرفاتك بتجيب لك المصايب عشان بتبقى بره حضنه، لكن كل ده ما بيغيرش اتجاهه ناحيتك. تظل النفس عطشانة للحب ومش لاقياه، وعمالة تدور في سكك تانية فالصه ما تسويش ثلاثة تعريفة على الحب ومش لاقياه، وتقول أنا مش لاقي الحب، أنا مش لاقي حد يحبنيش، ولا حتى الرب اللي أنت بتقول بيحبك ده حسيت إنه بيحبني. أنت قافل الباب وهو عمال يخبط على الباب، ومأخوذة ومأخوذ في أمور لا أول لها ولا آخر، وهو عمال ينادي وتقول أنا مش لاقي الحب. إن الله متجه بفيض حب فائق بالروح القدس ينظر إليك وينظر إليكي بنظرات حب عميقة وترقب وانتظار وتشوق عميق جدا، وترقب لحظة التفاتة واحدة منك عشان تشوف الحب اللي في عينيه ناحيتك اللي انت طول عمرك مش قادر تشوفه. ان ابن الله احبائي دعاك باللي انت فيه، وهؤلاء الذين عينهم سبق فبررهم، عارف اللي انت فيه ودعيك بيه ومجهز لك نعمة غفران وتبرير يغسلك من خطيتك بدمه. جهز ليك بعد التعيين تبرير وغفران وتطهير حتى تصلح لمملكة، وهو ينظر إليك بترقب عايز لحظة واحدة، لحظة التفات إليه. بيقول التفتوا إلي وأخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، فتتحول زي شاول ما تحول وتقول له أنت مين، يقول لك أنا يسوع اللي بيحبك، أنا يسوع اللي أقدر أغيرك، أنا يسوع اللي يبررك، أنا يسوع اللي يطهرك، أنا يسوع اللي يحمل كل أسامك ويجعلك خليقة جديدة وشخصية جديدة ويديك حياة جديدة، أنا يسوع الذي يحبك. شفت بقى لما اكتشف، لما فاق قال آه، فما أحياه الآن أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الرب عايزك الليلة دي تكتشف حبه، مش عايزك تعمل معاه علاقة تدينية عقيمة، لكن عايز عينك تيجي في عينه، قلبك يتفتح على الحب اللي جاي من قلبه، عايز نقطة لقيا بين تيار الحب اللي بيفيد منه وبين قلب بيقوله ماذا تريد يا رب أن أفعل، خلاص كفاية اللي فات. دي نقطة اللقية بين تيار الحب اللي بيفيد من قلبه وبين الإنسان، تسليم كامل إن أمرا جديدا سيحدث، هو أن غمر الفرح اللي في الروح القدس هيستردك إذا كنت جوه وخرجت وتشديت بأشياء كثيرة وخداعات وخطايا متعددة، أو إنك هتغمر بهذا الفرح لأول مرة في حياتك، فرح يغسل قلبك من كل جروح، من كل أحزان، من كل أحقاد، من كل خسائر، من كل ألم، من كل مرارة. ده معناه إن اللقاء حصل، لأن علامة حضور يسوع وعلامة انسكاب روح المسيح هي فيض الفرح وغسل القلب من الخطية، هي سلام الله الذي يفوق كل عقل.